تقارير رجل الأقجع المخلص الأقرب لقيادة نهائي دوري أبطال أفريقيا. أول نهائي بعد وعد الكاف للوداد أسباب بخلاف الملعب تدفع الأهلي للتحرك قبل صدام المنتظر. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب النادي الأهلي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنادي الأهلي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. تقارير رجل الأقجع المخلص الأقرب لقيادة نهائي دوري أبطال أفريقيا. ادعت تقارير صحفية إفريقية بأن الحكم الجنبي والمثير للجدل بكاري جاسام هو الأقرب لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2021-2022، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن استضافة ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب المباراة النهائية والتي من المفترض أن تقام في 30 مايو الجاري وسط اعتراضات الأهلي. وبحسب شبكة أفريكا سبورت نت أن بكاري جاسام هو الأقرب لتلك المباراة التي من المحتمل أن تكون بين الأهلي والوداد البيضاوي بعد تغلبهما في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف وبترو أتلتيكو بنتيجة 4-0 و3-1. وأفادت الشبكة أن جاسام سيكون هدف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإدارة هذا النهائي، ووصفت الحكم الجنبي بأنه أحد الرجال المخلصين لعضو المكتب التنفيذي صاحب الصوت المؤثر ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي الأقجح. وأكدت الشبكة أن الأقجح كان له دورا مؤثرا في إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، وبالتالي من المتوقع أن يكون بكاري جاسام هو حكم تلك المباراة، مما يؤكد قبضة المغاربة على مؤسسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أول نهائي بعد وعد الكاف أسباب بخلاف الملعب تدفع الأهلي للتحرك قبل صدام المنتظر. قبل 3 أعوام بالتمام والكمال اندلعت أزمة عنيفة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الترجي التونسي وضيفه الوداد المغربي أدت لعدم استكمال الأخير للمباراة، واحتج الوداد على تعطل تقنية الفيديو في تحكيم الفار ورفضوا استئناف المباراة حتى بعد المحاولات العديدة التي قادها الملجاشي أحمد رئيس الكاف السابق. وجاء قرار الكاف بعدما حسم التصويت بين الأعضاء 20 المتواجدين في اللجنة، القرار بعدما قام 18 منهم بتصويت بنعم للإعادة وصوتان فقط قالوا لا هما تنزانيا ونيجيريا، وصوت للنادي المغربي فوزي الأقجع. عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي وجستين سينجور الناو الأول الحالي رئيس كاف والمكلفان باختيار الملعب النهائي وإدارة ملف النهائي في ظل غياب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا. وخرج سعيد الناصر رئيس نادي الوداد والمستمر في منصبه حتى الآن وصرح بأن الكاف عرضوا عليه استكمال المباراة والفوز بالبطولة اللاحقة، ولكنه لم يصعد لنهائي بطولة 2020-2021. ووضع الوداد قدما في الدور النهائي للنسخة الحالية لأول مرة منذ نهاية 2019 مع تغيير نظام نهائي البطولة من مباراتين بنظام الذهاب والعودة إلى مباراة واحدة فقط في ملعب يحدد مسبقا. وسبقت المباراة قرارات وضع في النهائي موضع الشبهات حيث لم يتم تحديد ملعب المباراة النهائية وتقارير تؤكد إقامته في المغرب مع الدفع بأفضل حكام في أفريقيا في دور نصف النهائي للبطولة. وتفرض هذه الوقائع على مسؤولي الأهلي تحركات أخرى لضمان وجود الفار في المباراة النهائية ووجود حكم ساحة مع الفار على مستوى الحدث حتى وإن تم الاستعانة بحكام من خارج القارة كما حدث في بطولة أفريقيا والتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بخلاف مكان المباراة. تفوق كاسح الأهلي وموسيماني على بعد أرقام قياسية بعد الفوز على الرجاء. فاز الأهلي على الرجاء بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاءين وصعد للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وجاءت أهداف اللقاء في القاهرة للأهلي عن طريق عمرو السولية وحسين الشحات، بينما جاء الهدف في المغرب عن طريق محمد عبد المنعم. ويواجه الأهلي في الدور النصف النهائي وفاق سطيف على أن يكون اللقاء الذهاب في القاهرة واللقاء العودة في الجزائر. وتفوق وفاق سطيف على الترجي التونسي بعدما تعادل الفريقين سلبيا في الجزائر، وتفوق سطيف في تونس بهدف نظيف. وحقق الأهلي العديد من الأرقام المهمة بعد بلوغه دور النصف النهائي نرصده لكم الآن. هدف محمد عبد المنعم في الرجاء اليوم يعتبر الهدف الأول الذي يستقبله الفريق المغربي على أرضه خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. صعد الأهلي لدور نصف النهائي للمرة 18 في تاريخه وهي الأعلى في تاريخ الأندية الإفريقية.
عزز موسيماني من تفوقه على الأندية العربية، حيث أنه لم يهزم منذ بداية مسيرته مع الأهلي حتى الآن من أي نادي عربي. أصبح موسيماني قريبا من تحقيق رقم قياسي مسجل باسم مانويل جوزيه، وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات. ولكن يتميز الجنوب أفريقي بأنه أول مدرب يحصل على دوري الأبطال 3 مرات متتالية، وهو رقم فريد لأول مرة. ناصر عباس حكم مباراة الأهلي والرجاء لم يتحمل الضغوط وأخطأ فادحة. يرى ناصر عباس الخبير التحكيمي أن الحكم السنغالي نادي حكم مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي أفريقيا لم يتحمل ضغوط المباراة وتأثر بالجماهير. وقال عباس في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي: الحكم ارتكب أخطاء فادحة، ومن العيب أن يكون مستوى الحكم سيتواجد في المونديال بهذا السوء. وتأهل الأهلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقدم الرجاء عن طريق نجومه في الدقيقة 5، وتعادل الأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 44، وأهدر علي معلول ضربة جزاء للأهلي، وكان الأهلي قد فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب السبت الماضي باستاد الأهلي والسلام، وبذلك يحقق الأهلي رجاء جمهوري ويتأهل لنصف نهائي أفريقيا، ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائرية الذي أطاح بالترجي من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. رمضان صبحي يوضح إمكانية انتقالي إلى الزمالك ويصرح: لم أطلب العودة للأهلي. كشف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز حقيقة تواصله مع النادي الأهلي بشأن العودة إلى صفوف الفريق الكروية، وتحدث عن إمكانية انضمامه إلى الزمالك. وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية NBC مصر: أنا لاعب في نادي بيراميدز وسعيد بذلك، كما أنه لا يحق لي الحديث عن العودة للأهلي، وأسمع هذا الكلام لأول مرة. وأضاف: من يقول أن رمضان صبحي يريد العودة للأهلي، أقول له أنت تكذب من داخلك لكي تحدث ضجة، ولم أندم على قراري. وأردف: راحلي عن الأهلي ليس بسبب الأموال. البعض يقول أن رمضان باع تاريخه، ولكنني لم أصنع تاريخا حتى الآن، لأن هناك أساطير مروا على الأهلي. واستكمل: الزمالك نادي كبير وأحترمه. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سيلعب النهائي على ملعب محمد الخامس؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.